وصلت العائلات البحرينية إداناتها وشجبها للمحاولات البائسة من قبل إعلام النظام القطري للتدخل في شؤون مملكة البحرين، داعين إلى مواجهة كافة هذه التدخلات بكل قوة من خلال الالتفاف حول قيادة جلالة الملك المفدى. فقد أعربت عائلة حميدان عن تجديد الولاء والتأييد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة أن وقوف مختلف فئات الشعب خلف قيادة جلالة الملك المفدى أفشلت كل المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مستنكرة في هذا السياق ما بثته قناة الجزيرة القطرية من إساءات وتطاول على قيادة جلالة الملك وشعبها الكريم عبر ترويجها للأكاذيب واستهدافها لتفتيت النسيج البحريني وضرب اللحمة الوطنية.